كيف نختار شركة التوظيف اللي نطلع عن طريقها إلى الولايات المتحدة كممرضين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قناتي مذكرات ممرض، وبنتكلم اليوم عن أساسيات اختيارك للشركة اللي بدها توظفك في أمريكا، لأنه ما بصير تقدم المعاملة للسفارة بدون ما تكون متفق مع شركة معينة. انت كممرض حابب تشتغل في امريكا، ما بينفع تروح تقدم الانكليكس وبعديها تصير تبعت ايميلات لمستشفيات امريكيه انه بدي اشتغل عندكم. لو عجبتهم وقابلوك اونلاين ولقيت شغل وكل شيء تمام، قبل ما يقول لك قديش الراتب ويبعث لك العقد راح اقول لك انت عن طريق مين بدك تشتغل. فاذا ما في شركه بتمثلك او ايجنسي انت متفق معها ما راح تلاقي شغل. بعض الناس بقول لك انا اروح لشركه واعطيها 500 او 600 او 700 دينار عشان يلاقوا لي شغل او عشان يعبوا عني ثلاث اربع طلبات. الموضوع مش بهالسهوله اللي انت متخيلها. اولا الهجره راح تكلفك من 4 ل 15 الف دينار او دولار حسب انت قديش عدد افراد اسرتك. يعني بتدفع 15 الف على الهجره ومش عارف تدفع 700-800 دولار لشركه عشان يعملوا عنك كل إشي. الجماعه بيستلموا منك الطلبات، بيدققوهم، اذا في غلط بيحكوا لك، اذا في شهاده لازم تقدمها للسفاره او لمركز الامتحان او لدائره الهجره او لاي مكان قبل بشهر بذكروك فيها. لو ارتفضت اي ورقه بيحكوا لك، بيدبروا لك المحامي اللي بده يقدم عنك الطلبات، بيدبروا لك المستشفى اللي يبعث لك العقد، بيدبروا لك الورق كله. في بعض الشركات حتى لما تصل امريكا بتبعث لك سواق وتاكسي ياخذك من المطار للبيت اللي بدك تسكن فيه او للفندق. في أشياء كثيرة هم عندهم خبرة فيها أنت ما بتعرف عنها، فما بينفع كل ما تقدم طلب عشان كتبت إيه بدل آي تقعد شهر أو شهرين تستنى ويجيك الرد بالرفض وترجع تبعت طلب جديد وتدفع من أول جديد. يا أخي حط لك الخمسمائة ليرة وخلي الناس تعمل عنك كل شيء وانت نام في بيتك، شو فارقة معك؟ أول إشي عشان تتعرف على الشركات اللي بتعين الناس في أمريكا ممكن تستعين بخبرة أصدقائك، ممكن تحكي مع الناس اللي سبقوك طلعوا على أمريكا وتشوف أغلبيتهم مجمعين على أي شركة. ورقم ثلاث ممكن بكل بساطة تفوت على جوجل أو على أي موقع توظيف وتكتب تعيين أو وظائف ممرضين في أمريكا، رح يطلع لك مليون ايجنسي ومئة ألف شركة بتلاقي للناس شغل. فوت على موقع كل واحد فيهم وشوف قديش الميزانية تبعهم، وين موقعهم، وين إدارتهم، مين المدير، بيشغلوا الناس في أي ولايات، قديش رأس مالهم، قديش عدد الممرضين لقولهم شغل. كل إشي من هاي المعلومات بتفرق. اليوم راح أقول لك كيف تختار شركة التوظيف اللي راح تلاقي لك شغل وحسب إيش وكيف تخليهم ما يضحكوا عليك. أولاً اختار شركة التوظيف اللي بتعطيك مرتب أعلى أو سعر الساعة تبعك يكون أعلى. طبعاً سواء ممرض أو مش ممرض فيش حدا بأمريكا بيقول راتبي بالشهر كذا. راح تعرف يا إما راتبك بالسنة قديش يا إما بالساعة قديش. فانت شوف مين بعطيك مرتب اعلى او سعر ساعة اعلى اشتغل معه. هذا في حال انه صح لك عرضين او اكثر بنفس المواصفات ما عدا الفرق بالراتب. رقم اثنين اختار شركة يكون فترة العقد اللي بينك وبينهم او الالتزام تبعك اقل ما يمكن، لانه انت زلمة غريب بتروح على امريكا مفكر الوضع احسن من بلدك 5% مثلا. لما تروح هناك وتلاقي الفرص كثيرة وكل واحد أحسن من الثاني راح تقول إمتى بخلص عقدي عشان أروح على مكان أحسن أو مستشفى يعطيني مرتب أعلى. فراح تندم إنك وقعت على عقد 4 سنين وكان بإمكانك تتفق مع شركة ثانية تعطيك 3 سنين أو سنتين. رقم ثلاث نقطة مهمة جدا جدا جدا، في إشي اسمه البينالتي فيز، يعني الشروط الجزائية أو قيمة كسر العقد. أنا كشركة لو بدي أتفق معك أنه أنت بدك تقدم لأمريكا وبدي أقدم عنك ورق، أنت من بلدك بدك تقدم أوراق وأنا من عندي راح أبعت للسفارة أوراق ثانية، أنت راح تدفع تكاليف وأنا برضو مطلوب مني أدفع عنك تكاليف. فلو عملت كل هذا الحكي ودفعت كل هالتكاليف وقعدت سنين أستناك وأول ما جيت على أمريكا قلت لي أنا ما بدي أشتغل معك بدي أشتغل مع شركة ثانية، في إشي اسمه الشرط الجزائي. الشرط الجزائي هذا بيختلف من شركة لشركة. في شركات بتقول لك أنا دفعت عنك 8000 أو 10000 دولار لدائرة الهجرة رجع لي إياهم. في شركات بتقول لك قيمة كسر العقد عندي 50000 أو 100000 أو 140000 رقم مسكر، سواء أنت بطلت أول يوم أو آخر يوم أنا بدي منك 50000. في شركات بتقول لك إحنا متفقين على عقد سنتين، في السنتين مرتبك 140000، أعطيني 140000 كلهم بس محلك تروح وين ما بدك.
فانت لازم تكون حذر جدا في النقطه هاي، بدك تشوف الشركه اللي قيمه كسر العقد تبعها او الشرط الجزائي تبعها اقل ما يمكن. برجع بذكرك اسمه البينالتي فيز، مش راح تلاقيه مكتوب في نص العقد هيك، يمكن تلاقيه اخر سطر بالعقد او على ظهر اخر صفحه بالعقد بخط صغير. فلما يعملوا لحالهم دعايه وحاولوا يقنعوك تعال سجل معنا، اول كلمه قديش البينالتي فيز تبعكم؟ اذا هم رجال يجاوبوك. النقطه الرابعه، لازم تختار شركه بتشتغل في ولايه انت حاب تروح عليها. هل اي شركه في امريكا تقدر تعين الممرض في اي ولايه بامريكا؟ طبعا لا، ابسولوتلي ابسولوتلي. قبل ما تسجل مع الشركه وقبل ما تبدا بالبروسيس تبع الهجره اصلا، بدك تسالهم انا حابب اروح على نيويورك، بتشغلوا ناس في نيويورك؟ تقدروا توظفونا بنيويورك؟ الكو فرع بنيويورك؟ لو قال لك سجل معه، لو قال لك لا خلاص. في شركات بتشتغل في 11 ولاية بس، في شركات 15، في شركات 35، في شركات 40. فكل ما زاد عدد الولايات اللي هم بيشتغلوا فيها هذا أحسن إلك. ليش؟ أنا ممكن أسمع نيويورك إنها كويسة واروح أشتغل فيها سنتين ثلاث أربعة ما عجبتني، جماعة أنا بدي أطلع على إنديانا، ملناش فرع بإنديانا، استفدت شيء، روح دور على شركة ثانية. فاختار شركة الولاية اللي حابب تطلع عليها كخيار أول بيشتغلوا فيها، والولاية اللي حاططها احتياط كخيار ثاني لو الأمور ما عجبتك برضو يكونوا بيشتغلوا فيها. رقم خمسة، اختار شركة تسمح لك انك تشتغل مع شركات ثانية او مع مستشفيات ثانية، بالعربي خلوك الدوبل. في شركات لما توقع العقد راح توقع على تعهد ممنوع تشتغل مع اي جهة ثانية بالبلد كلها، في شركات راح تقول لك ممنوع تشتغل مع شركات ثانية او مستشفيات ثانية في دائرة قطرها 50 أو 60 ميل، يعني 90 كيلومتر من المستشفى اللي انت بتشتغل فيه. تخيل انه انت بتشتغل في عمان، عشان اقرب لك المسافة يعني، تخيل انك بتشتغل بعمان واذا بدك الدوبل المستشفى الثاني اللي بتشتغل فيه لازم يكون في الكرك او ابعد. في شركات بتقول لك ان شاء الله في مستشفيين قبال بعض، والمستشفى الاول انت تداوم فيه السبت عن طريقي، والاحد تشتغل في المستشفى اللي جنبه عن طريق غيري عادي، لكن لا تداوم بالمستشفى نفسه السبت معي والاحد مع شركة ثانية. فكل شركة لها شروط بتختلف. انت من مصلحتك انك تروح على واحد بيسمح لك بالدوبلة وبيسمح لك انه المستشفى الثاني او الشركة الثانية تكون اقرب ما يمكن، لانه انت لما تروح هناك دوامك 3 أيام بالاسبوع 12 ساعة باليوم، انت مطلوب منك 36 ساعة، فسهل جدا انك تشتغل في 3 أو 4 اماكن عادي جدا. ممكن تشتغل في مكان 3 أيام بالاسبوع، المكان الثاني شيفت بالاسبوع، المكان الثالث شيفت بالشهر، المكان الرابع شيفت بالسنة، ما حدا بيراجعك. فبدك شركة لما تقول لهم أنا عندي شغل ثاني ما يزعلوا، ولا يقولوا لك لازم الشغل الثاني هذا يكون على سطح المريخ عشان يوافق لك. رقم ستة، اختار شركة بتكون مهتمة أو مسموح لها تعين الممرضين في نوعية من المستشفيات أو نوعية من الأقسام اللي أنت مختص فيها. إيش يعني؟ بعض الشركات بتوفر مستشفيات معينة بطبيعة أو بنوعية معينة ما بتناسبك. ممكن الشركات هاي تقول لك إحنا ما بنتعامل إلا مع مستشفيات سرطان، أو هاليومين مش محتاجين إلا ممرضين مختصين بالسرطان. طب أنا بشتغل طوارئ شو بدي فيكم؟ ممكن أقول لك إحنا ما بنشتغل مع مستشفيات، إحنا بنشتغل مع دور مسنين، أو بنشتغل مع مراكز صحية، أو بنشتغل سكول نيرسز، أو إحنا شغلتنا المصانع. إذا بتفهم بالببليك هيلث أو بالسلامة المهنية والقصص هاي تعال. فمش كل المستشفيات بتقدر تحطك في أي ولاية في أي مدينة في أي مستشفى بأي قسم، بدك تعرف هم وين بودوا الناس. والنقطة الأخيرة مهمة جدا يمكن ما ينتبه لها حدا، اختار شركة ما تكون اللي بتعطيك إياه باليمين بتاخذه منك بالشمال. بعض الشركات شو بتعمل؟ انت لما تسجل معها بتقول لك الرسوم الشغل الفلانية عليك، رسوم الشغل الفلانية علينا، مش معنات انه يقولوا لك مثلا التذاكر مش راح تدفع حقها، مش معناته انه عمرهم ما راح يستردوا منك. لو انت عندك مثلا 3 أولاد سافرت من مثلا دبي لأمريكا، التذاكر راح تطلع 4-5 آلاف دولار او 4-5 آلاف دينار أردني، راح تلاقي حالك هناك وانت شغال اتفقوا معك انه سعر الساعة 34 صار 33 أو 32. ليش؟ ما هو في هيك 4-5 آلاف دولار بالسنة بروحن علي، بيقولوا لك ما احنا دفعنا عنك التذاكر قاعدين نستردهم. فبدك تعرف اذا كانوا بدهم يعطوك اشي او يعملوا حالهم تكرموا عليك اشي وثاني يوم يخلوه، بدك تنتبه للقصة هاي. في شركات شو بتعمل؟ بتقول لك في عنا اشي اسمه الساين اون بونس، مش كلهم على فكرة بس بعضهم بيعملوا هيك.
الساين اون بونس اللي هي مكافأة التوقيع أو حلوان العقد زي ما بيقولوا. هسا نجوم الكرة الكبار لما يوقع على عقد اشتروه مثلا باريس سان جيرمان 200 مليون، بس وقع على عقد بيقولوا له هي 30 مليون في ايدك، هذول الحلوان. الممرضين في لهم إشي زي هيك، بس بعض الشركات بتعطيك اياها عن جد وبعضها تتخذوا سبيل عشان تنصب عليك. بقول لك هاي 10 أو 15 ألف دولار ساين اون بونس، طبعا هو بيوعدك بالساين اون بونس قبل ما توقع، لكن يوم ما توقع ما راح يحطهم في ايدك. ال 15 ألف أو ال 10,000 هذول راح يوزعهم على طول مدة العقد، ويمكن يكون عقدك معه 3 سنين ويمكن يكون 4. الأربع سنين هذول لو بدك تقسم ال 10,000 على الأربع سنين يمكن يطلعوا 160 دولار أو 180 دولار بالشهر. لو بدك تقسمهم على الشهر انت بتشتغل 12 ساعة باليوم، بيطلع لك 12 أو 13 شفت بالشهر، يعني فرقت معك دولار و30 دولار و50 بالمئة، يعني دولار ونص، دولار ونص بالساعة تقريبا تفرق معك. طب أنا بروح مع شركة ثانية بتعطيني سعر الساعة أو المرتب أكثر بستة دولار وبديش الساين اون بونس تبعك. هذول مش أعطوك باليمين أخذوا بالشمال، لا هذول أعطوك شوي من هون وقرصوا عليك بلاوي من الجهة الثانية. الشركة الثانية اللي بتعطيك سعر الساعة أكثر بستة دولار بيكون فرق لو عقدها سنتين مش أربع، بيكون الفرق بين مرتبها ومرتب هاي الشركة على الأقل 26,000، ولو العقد أربع سنين تفرق معك 52,000. فشو بدي فيهم 10,000 ساين اون بونس؟ في ناس بتسأل ليش كل شركة ما بتشتغل إلا في ولايات محددة؟ ليش ما كل شركة تشتغل في 50 ولاية؟ الشركة محددة بشروط المستشفى ومحددة بشروط الولاية نفسها. قانون الولاية، قانون الصحة وقانون ممارسة المهنة وقانون نقابة التمريض الموجودة بالولاية بلزم كل شركة بقوانين معينة. مثلا تكساس عشان تشتغل فيها لازم يكون معك خبرة سنة في أي مستشفى داخل أمريكا. لو الشركة هاي اختصاصها الناس اللي جايين من برا أمريكا زي وزيك، عرب، هنود، فلبينيين، مش مشكلة، المهم ناس ما عندها خبرة جوا أمريكا ولا يوم، كيف بده يصير لها مكتب في تكساس؟ انت فهمت الصورة؟ السؤال المهم في ناس بيسألوا انه هل هناك شركات تتم مجاملتها او بتمشي معاملات الناس اللي بتقدموا عن طريقها أسرع؟ طبعا لا، السفارة لا فيها وسطات ولا فيها بسلم عليك أبو فلان ولا فيها أنا بتقدم عن طريق فلان، انت متقدم عن طريق شركة ألف، شركة باء، شركة جيم، راح تاخذ نفس الخطوات وراح تاخذ نفس الإجراءات وراح تاخذ نفس الوقت وانت وحظك، لأنه كل بني آدم في الدنيا بقدم معاملة في السفارة راح يسلموا الملف تبعه لأوفيسر أو لضابط معين، كل ضابط معه 50-60-70 معاملة الله أعلم قديش. فإذا انت ورقتك عند واحد طويل بال راح تطول. في ناس بطيئين جدا بحبوا يتأكدوا، بقول لك مسؤولية، وفي ناس سريع جدا، فانت وحظك معاملتك مع مين تقع، بينما الشركة اللي انت مقدم عن طريقها ما إلها دخل. بالعكس في بعض الأحيان بعض الشركات بصير مشكلة بينها وبين السفارة فبوقفوها من الشغل سنة أو سنتين، أو بصيروا أي إنسان متقدم عن طريقها لما يجي الموعد قلوا له أجل لك 3 أشهر عبين ما نشوف الشركة اللي انت مقدم عن طريقها نصابين ولا لا. وإذا مش مصدقني كل شهر فوت على الفيزا بوليتن ودور على اسم الشركة اللي انت بقدم عن طريقها، هل بيكتبوا في نشرة الفيزا تبعت كل شهر انه المتقدم عن طريق شركة كذا وكذا راح يقابل الاسبوع الجاي، اما المتقدمين عن طريق شركة كذا بدنا نأجلهم شهرين؟ مستحيل هذا الحكي يصير. بينا سألتنا عن البريميوم بروسيس، بقول لك سمعت انه في اشي اسمه بريميوم بروسيس عشان يسرعوا الاجراءات. انا اقول لك شو القصة، بعض الشركات بتقول لك خلص المرحلة الاولى اللي هي الخطوات من 1 لـ 10، قدم الانكليكس ونجح فيه، بعدين بنقدم لك على بريميوم بروسيس، هاي بتخلي معاملتك اسرع. البريميوم بروسيس مش غالي، يعني يمكن 90 دولار او 100-110 اشي زي هيك. لكن اللي بصير انه انت خلصت امتحان الانكليكس قدموا لك على البريميوم بروسيس اللي هو تقريبا ما بين خطوة 11 و12 بقدموا لك عليها. اللي بصير انه انا وانت قدمنا للسفارة، انت قدمت بريميوم انا ما قدمت، انت خسرت 90 دولار انا ما خسرت. اللي بصير انه انت بيطلع لك فيزا سكرين قبلي ويمكن قبلي بشهر او شهرين، لكن امتى مقابلة السفارة؟ بدي استنى وبدك تستنى. فهمت الفكرة؟ يعني هم كل اللي بيعملوه انهم بقللوا الفترة ما بين الخطوة 12 و16، المقابلة ذات نفسها اللي هي خطوة 23 ما بيقدروا يتحكموا فيها. انت عارف هاي عاملة كيف؟ زي 2 طلاب جامعة ساكنين جنب بعض، واحد طلع للجامعة مواصلات وواحد طلع من بيته تاكسي. الأول وصل الجامعة الساعة 7:30 لأنه طالع مواصلات، الثاني وصل الجامعة الساعة 5 الفجر لأنه طالع بتاكسي. طب 2 إمتى رح يحضر أول محاضرة؟ سواء جيت هيك أو هيك أول محاضرة بتبدأ 8 الصبح، فأنت غلبت حالك على الفاضي. فهمت الفكرة كيف؟ هم
بخففوا لك الزمن بين 12 و 16، بس انا بهمني الخطوه 23 اللي هي المقابله، انا بدي بين 22 23 يكون الفتره قليله، هاي ما بقدروا يتحكموا فيها. فهو باخذ منك 90 دولار وباخذ منك سمعه وباخذ منك الثقه، وفي النهايه ما بقدر اسوي لك إشي. في النهايه الله يوفق الجميع، وفي النهايه ما بنقول الا لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس، تأكد انه مكتوب all عشان كل فيديو ينزل يوصلك اشعار فيه. في ناس كثير ما بتشوف الفيديوهات، في ناس كثير ما بتعرف انه في فيديو نزل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.